السلام عليكم. كما لا يخفى عليكم ان السمنه هي افه العصر، ولكن متى نقول انها افه العصر ومتى تسمى مرض؟ احنا الطبيه نستخدم وحده كتله الجسم اللي هي الطول على مربع الوزن، يعطيك رقم معين وحتى موجوده في الموقع الرسمي لوزاره الصحه. الان الانسان الطبيعي كتله الجسم من 18 الى 24، من 25 الى 30 تسمى زياده في الوزن، وبالتالي من 30 ل 35 تعتبر سمنه من الدرجه الاولى وما الى ذلك. عندما تتجاوز كتلة الجسم 40 تعتبر مريض سمنة، يستدعي ذلك تدخل حتى تعالج هذه السمنة. الآن في طريقة طبية باطنية وفي طريقة جراحية. طريقة الطبية الباطنية اللي هي مثل إبرة السكسندا أو الإبرة التي تم إقرارها قريبا اللي هي السيميغلوتايد، وهذه تصرف عن طريق أطباء الغدد الصماء والسمنة. من جهتنا احنا الجراحين نعتمد علاج السمنة كمرض، حتى في المستشفيات الحكومية أغلبها تعالج هذا الموضوع، تمام؟ إيش الأنواع الطبية أو الجراحية المعتمدة عن طريق المستشفيات الرسمية؟ هي نوعين من أنواع أو ثلاث أنواع تقريبا من العلاجات، اللي هي يا التكميم، يا تحويل مسار كلاسيكي، أو تحويل المسار المصغر. الآن بالنسبة لبقية العمليات القديمة زي حلقة المعدة، هذه بطلوها، ما عاد أحد يسوي حلقة المعدة. بالنسبة اللي يسألني عن بعض العمليات زي الكشكشة أو كرمشة المعدة أو حقن المعدة بالبوتوكس، هذه تعتبر عمليات تجريبية ولا تعتبر عمليات مقررة في المستشفيات الحكومية ولا نجريها بشكل رسمي في المستشفيات الحكومية. بالنسبة للتكميم، يعني هناك نوع واحد من انواع التكميم، فلا يوجد لدينا التكميم الذكي او التكميم بالليزر او التكميم باستخدام الدباسات الذكيه، هذه كلها اغراض تسويقيه بحته. هو نوع واحد من انواع التكميم العمليه المقرره رسميه وهي التي تجرى، فلا احد ينساق خلف هذه الدعايات، انما هي نوع واحد من انواع التكميم هو المقرر والمعتمد في المستشفيات الرسميه كعلاج للسمنه. يعطيكم العافيه.